نتابع مع أخبارنا الثقافية والفنية. بتنظيم من السفارة الكورية بلبنان وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية رح يقام مهرجان الأفلام الكورية على مدى يومين، اليوم وبكرة. اليوم الأربعاء الفيلم بعنوان No Breathing، وبكرة الخميس 21 الشهر فيلم كوميدي بعنوان Steal My Heart. عروض الأفلام بتبلش الساعة 6 بعد الظهر بسالة المؤتمرات بالجامعة اللبنانية بالحدث، والدخول مجاني. انطلق مهرجان إيبيرو أمريكا من الأسبوع الماضي وبيستمر لعشر أيام بطرابلس. هالأسبوع ب 21 الشهر أنتوا على موعد مع طهات إسبان رح بيدربوا سيدات على الطبخ الإسباني، بالإضافة لعروض سينمائية ورقص سامبا. ب 22 أيار ورشات رقص لفلامينكو وحفل موسيقي لعازف البيانو كارلوس سيبرو من الأورغواي. أما ب 23 الشهر حفل ختامي بعرض موسيقي للمغني يانازا، وهالنشاط عم بيصير بمركز صفدي بطرابلس. قبل لحظه. اوكي، من المواعيد الموسيقيه امسيه فنيه مع عازفه البيانو تاتيانا بريماك خوري يلي رح تعزف خلالها لتشايكوفسكي وشوبان. الموعد معها ب 23 ايار الساعه 7 المساء باوديتوريوم الحريري جامعه البلماند بالكوره. منتابع مع أكاديمية فهد العبدالله للثقافة والفنون يلي بتدعي لحضور مهرجانها السنوي، والسنة بيحمل عنوان الرقص جمال وحياة. رح يتضمن أنماط مختلفة من الموسيقى بالإضافة للوحات راقصة منوعة. نهار الخميس 28 أيار 6 بعد الظهر على مسرح قصر اليونسكو ببيروت. بمناسبة عيد القديسة ريتا العجائبية بتدعي رعية سن الفيل المارونية وكنيسة القديسة ريتا إلى ريسيتال مع جوقة شبيبة مارلياس أنطلياس بالاشتراك مع الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة المقدم زياد مراد، اليوم الأربعاء 24 شهر الساعة 8 المساء بقاعة كنيسة القديسة ريتا بسن الفيل. رغم الظروف الأمنية الصعبة، لجنة مهرجانات بعلبك رح تتحدى المواقف وبتدعي إلى حضور المؤتمر الصحفي اللي رح بيتم من خلاله إطلاق برنامج المهرجان لصيف 2015. إذا اليوم الموعد 20 الشهر الساعة 11 قبل الظهر بوزارة السياحة بالحمرة، وأكيد تباعا رح مذكركم بأبرز المواعيد إن كان ببعلبك أو بباقي المهرجانات. الدورة السابعة من مهرجان الأفلام كابريولي فيلم فاستيفال مع عروض لأفلام جديدة، وطبعا بالهواء الطلق مثل ما تعودنا كل سنة. السنة من 29 ل 31 أيار، العروض بتبلش الساعة 8 المساء على درج مرن أولى بالجميزة، والدخول مجاني. And my heart beats so that I can hardly see.
وبخبر أخير إحياء لذكرى الفنان بيير صادق، بتدعي كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة بجامعة سيدة الويزة بالتعاون مع مؤسسة بيير صادق إلى احتفال رفع الستارة عن نصبه التذكاري والإعلان عن الطابع البريدة الخاص بالمناسبة، بالإضافة إلى افتتاح معرضه الكاريكاتوري. الموعد الثلاثة 26 أيار ساعة 6 بعد الظهر بقاعة عصام فارس جامعة سيدة الويزة. هيك بنكون ختمنا أخبارنا الثقافية والفنية، رح نرجع كمان مرة لعند بيارات مع أحوال التراث. خلينا ناخذ فكرة كيف عم بتكون حركة السير لصباح يوم الأربعاء، والبداية من جسر سليم السام عم نشوف حركة سير ناشطة بكافة الاتجاهات. أوتوستراد الزل المسلك الغربي عم بيشهد على ازدحام وتراكم للسيارات. بننتقل إلى مثلث خلدة اللي بدوره كمان عم بيشهد على ضغط سير وفي توقف للسيارات على بعض المحاور. المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليفيدنا بكافة التفاصيل، فإذا عن حركة السير لصباح اليوم. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. عن حركة السير لليوم الصباح تفضل. بدي أبدأ كالمعتاد، المداخل عم تشهد حركة كثيفة. ببدأ من المدخل الشمالي جوني باتجاه بيروت المسلك الغربي، حركة كثيفة عم تتراوح ما بين الكازينو وصولا لنفق نهر الكلب. نعم. أيضا النقاش باتجاه أنتلياس وجل الديب وصولا لنهر الموت، والدورة باتجاه الكارانتينا. بوليفار سن الفيل ناشط. الصالومي باتجاه الحايك، الحايك باتجاه سن الفيل جسر الرواطي عم يشهد حركة كثيفة. منتقل على محور شويفات كفرشيمة الحدث أيضا عم يشهد حركة كثيفة مع بعض التوقف. خلدي باتجاه الأنفاق المطار، والمدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم سلام. كورنيش المزرعة أيضا كثيف بالاتجاهين، والمتحف باتجاه صدقه وصولا لجسر فؤاد شهاب. نعم، هيدا الحركة الصباحية لليوم. نعم. فيما يختص بحوادث السير اللي تسجلت معكم من بال 24 ساعة اللي مضت. نعم، مجموعة 5 حوادث نتج عنهم 6 جرحى. نعم. جبل لبنان حادثين 3 جرحى، جنوب حادثين جريحين، لبقى حادث جريح. الأسباب سرعة زايدة والتلهي أثناء القيادة. نعم. وقبل ما تفضل. نعم. بدي أشوف إيه. بتذكر قوى الامن الداخلي المواطنين عن تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي ضبط مخالفات سرعه الرادار ليلا نهارا، والتي سجلت 4548 محضر مخالفه من 11/5 لغايه اليوم. نعم. وبغيت المعرفه اذا يوجد بحق اي شخص محضر، بيقدر يفوت على موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني اللي هي www.isf.gov.lb، وبتم تبليغهم بواسطه الليبون بوست المخالفات. وإذا لتصحيح العناوين يجب على المواطن أن يتصل بالليبون بوست ليصحح عنوانه إذا فيه كان هناك أي خطأ. نعم، شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، وتحية لكل عناصر غرفة التحكم المروري. نحن رح نتوقف مع تاني فاصل، ومن بعده تقرير أخبار الصباح لليوم المنوعة بتبلش، فضلكم معنا.